مشاهدينا للمزيد حول هذا الموضوع معنا في الاستوديو رائد الخضر رئيس قسم الابحاث في ايكويتي جروب. اهلا رائد، شكرا لانضمامك الينا. يعني كما كنت اقول قبل قليل، المساله ليست مساله فقط ضعف اليورو، الدولار ايضا يبقى قويا امام كل العملات الاخرى الرئيسيه. تماما، الدولار الامريكي كان يمارس القوه خلينا نقول خلال الفتره الماضيه بارتفاعات قويه امام معظم العملات الرئيسيه، ولكن اليورو اللي يعني اخذ يعني ضربه مضاعفه نوعا ما، خصوصا بالحديث عن الانتخابات الايطاليه. ايضا يعني ممكن نسمع يوم الجمعه عن تصويت للثقه لرئيس الوزراء الاسباني كذلك الامر، فيعني ممكن يزيد الطين بله بما يتعلق بالمنطقه الاوروبيه. فاي حديث عن مناوئه للاتحاد الاوروبي كاتحاد وحول عضويه الدول في الاتحاد الاوروبي، لاحظنا انه الرياكشن على اليورو تكون قويه جدا، وبالتالي يعني الانحدار القوي على اليورو متوقع بشكل كبير. يعني ما نمني النفس انه يكون عندنا ارتداده قريبه في اليورو، انما هناك ضغط كبير، ممكن نشهد انخفاض باكثر من 200-300 نقطه امام الدولار الامريكي في ظل قوه الدولار الامريكي حاليا. يعني هل كان قرار الرئيس الايطالي يعني وضع فيتو على الوزير الماليه المرشح، لانه معروف عنه بانه مناهض لمنطقه اليورو، وكان الرئيس الايطالي الان يعني set the stage او وضع الان المسار لانتخابات قد تفرز من جديد شعبية أكبر لهذه الأحزاب اليمينية المناهضة لليورو، وهذه المرة يستطيعون طبعا أن يقدموا هذا البرنامج مناهض لمنطقة اليورو بشكل أكبر في أي حكومة مقبلة. لكن كسب الوقت، المماطلة بالوقت، يعني عملية وضعه كوزير للمالية كانت مباشرة سوف تفرز أثار سلبية على إيطاليا تحديدا، وعلى ما يتعلق بالدين العام الإيطالي اللي هو يعني نقطة مهمة جدا لكل المطالب الجماهير الآن. أي يعني العملية الدخول في انتخابات يعني عملية مؤلمة رح تكون، ولكن تكسب نوعا ما بعض الوقت، وممكن أن يكون أو يحدث ما حدث في فرنسا أو في يعني الدول داخل أيضا في ألمانيا، أن يعود مجددا المود العام للبقاء داخل الاتحاد الأوروبي، وأن تبقى الأحزاب المتوسطة نوعا ما هي المسيطرة، دون أن يكون هناك فرصة كبيرة جدا للإكستريم ليفت أو الإكستريم رايت عفوا بما يتعلق بالمنطقة الأوروبية. إجمالا النقطة اللي نحن موجودين فيها هي المرحلة المؤلمة التي سوف تمر فيها البلاد بما يتعلق بالانتخابات، والضغط أكثر على الأسهم الإيطالية أو على الأسواق الإيطالية وعلى الأسواق الأوروبية على وجه التحديد، التي كانت تتمتع ببعض الارتفاعات في الفترة الماضية، 3 أيام من الارتفاع عودة للانخفاض. ساحبة الطماح الآسيوية كذلك الأمر كانت متأثرة، فلا شك أيضا بعد عطلة في الأسواق الأمريكية ممكن نشوف أيضا ضغط على الأسواق الأمريكية. النقطة الآن في أوروبا أنه يعني عودة فتح الملف المتعلق بالعضوية وبقاء في الاتحاد الأوروبي سلبي جدا على الأسواق الأسهم وعلى العملات كذلك الأمر. يعني هي الأسهم الأوروبية كانت محببة جدا لمدراء الصناديق على مدار السنتين الماضيات، ولربما الآن هذه عملية فرصة لجني الأرباح، ولربما أيضا إعادة احتساب المخاطر الجيوسياسية تحديدا بالنسبة لإيطاليا التي قد يكون البعض قد تغافل عنها خلال الفترة الأخيرة. هل هذا يعني بأنه مع حكومة تصريف أعمال الآن بإيطاليا وانتخابات مقبلة نتوقع أن يستمر الضعف على اليورو على المدى المنظور؟ على المدى القصير والمتوسط نحن نشاهد اليورو إمكانية الهبوط أكبر بحوالي 200-300 نقطة من المستويات الحالية. يعني نحن حاليا عن مستويات تقريبا 16.50، وهبوط أكثر دون هذه المستويات ممكن يوصلنا لمستويات تقريبا حوالي 14، ودون هذه المستويات 1.14، وذلك يعتبر سلبي كثير لليورو الذي كان هناك أمال كبيرة بأن يتجه بالاتجاه الصاعد. النقطة اللي أنت ذكرتها مهمة جدا، استفادة الأسواق الأوروبية كانت خلال العام الماضي كبيرة جدا، وحان الوقت لعملية تصحيح نوعا ما في الأسواق الأوروبية، ولربما هذا العامل السياسي الذي يحدث حاليا فرصة مناسبة، لأنه كانت كل الأخطار
يعني خارج منطقة اليورو تحديدا، حتى في فرنسا كان التأثير نوعا ما متواضع على الأسواق الأوروبية إجمالا ومن ثم عادت للانتعاش، ولكن النقطة الآن يعني إيطاليا كانت عبارة عن عبء كبير داخل الاتحاد الأوروبي مسبقا خصوصا فيما يتعلق بمديونيتها، الآن تعود مجددا إلى الطاولة حكومة جديدة وحكومة تصريف أعمال معناها أقاويل وإشاعات كثيرة قد تهز أسواق الأسهم، وبالتالي الريسك أوف مود هو الذي يكون مسيطر على الأسواق، وبالتالي المستثمرين يتخارجون من أسواق الأسهم إجمالا. شكرا لك رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في إيكوتي جروب على وجودك معنا. شكرا لك.